اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب في بدايه الفقره بثريا محمد نجمتنا، يعني زي ما بيقولوا كليوباترا النيل، واتقال عليها كتير في الاتحاد الافريقي والدولي. نجمتنا نجمه كره السله في النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحمد لله على السلامه، واهلا بيكي في قناه الاهلي يا ثريا. الله يسلمك، اهلا بيك. اللي ما يعرفوش طبعا الظروف اللي حصلت، ثريا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابه شديده رباط صليبي، وكان في بدايه الموسم في مباراه الجزيره في القاهره. والحقيقه هي كانت لحم الموسمين مع بعض، ويعني كانت اصابه شديده، والحمد لله دلوقتي بدات تتعافى وبدات تنزل مع الفريق. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كانت فتره صعبه صح؟ اه كانت صعبه جدا بصراحه عليكي، يعني كانت يعني بالذات انت كنت يعني في زي ما بيقولوا يعني في عز تألقك. دي حقيقه. زعلت جامد يا ثريا صح؟ طبعا اكيد زعلت. طبعا هي جت في اول الموسم، وان انا زي ما حضرتك قلت فعلا كنت يعني حتى في الماتش ده انا كنت فعلا كويسه وماشيه كويس جدا. ما جاش في دماغي خالص ان يعني انا مش متخيله اصلا اصابه رباط صليبي دي عامله ازاي. بس لا الموضوع قعدت تعيطي جامد في الملعب، وانا حسيت ان ركبتي مش في مكانها. مش انا حسيت فعلا ركبتي لفت مينيمم مثلا مرتين، فالموضوع فعلا كان صعب. بس ان حد يخبط حد فتخبط حد فتخبط فريده اللي معايا في الفرقه، ففريده تزقني، فهي متقدراني يعني الحمد لله. بس فالحمد لله كانت فتره صعبه بس عدت الحمد لله بالعزيمه. انا شايف كمان الحمد لله انت كنت بتمرني بتعدي كويس، وعلاج طبيعي وتاهيل الحمد لله. يعني كنا سامعين انت حتى ملتزمه بالتزام شديد عشان ترجعي في الميعاد. دي حقيقه. انا فعلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكون ملتزمه مثلا في الجيم، ان انا اروح كل يوم. الحمد لله في خلال التسع شهور ما غبتش ولا يوم خالص في الجيم. مدرب التأهيل بتاعي كان بيساعدني جامد بصراحة، كابتن محمد علي كان على طول موجود معايا. بنزل الشوط لوحدي بيكون موجود، بنزل في الجيم حتى بيجي لي في أي وقت. فهو حس ان انا فعلا عايزه ان انا ارجع فساعدني. انت بطبيعتك ملتزمه اصلا، يعني انت بطبيعتك ملتزمه وعايزه تبقى احسن. وبننتهز الفرصه دي ونقول لك مبروك على الجواز. الله يبارك مبروك على كتب الكتاب. وان شاء الله اتمنى لك حياه كلها مليئه بالسعاده ومليئه طبعا بالنجاح. فيعني حاجه برضو ساعدتنا جدا جدا وفرحنا لك جدا جدا يا ثريا. طب قولي لي يا ثريا، يعني اكيد عودتك من يعني السنه اللي فاتت انت مينيمم كده فرقتي معانا 20 بونت في السكور. يعني احنا معلش يا كابتن خلينا انا بتكلم بقى سنه اولى انا بقى يعني. ف 20 بونت مش موجودين في السكور، لعيبه مؤثره جدا مش في النادي الاهلي بس، ده في منتخب مصر. والفرقه اتعرضت لهزه، فطبعا وانت راجع من اصابه لسه محتاجه الناس عليكي، يعني زي ما بيقولوا يا وشه وشه، واحده واحده لغايه ما ترجعي لنفسك وترجعي لمستواكي. شايفه الموسم معاك ازاي؟ وشايفه الموسم بالنسبه للفرقه وانت جزء منه ايه؟ والله انا شايفه ان الموسم السنه دي مختلف، زي ما كابتن طارق وميرال كانوا بيقولوا ان كل بوزيشن فعلا في اكتر من واحده او اتنين، مينيمم اتنين من كل بوزيشن لعبوا منتخب مصر درجه اولى. فدي حاجه هتساعدنا اكتر ان احنا مش فارقه مين في الملعب من مين بره الملعب. كده كده اي تغيير كابتن طارق هيعمله هيبقى ايفكتيف فعلا، مش هتبقى فارقه مين جوه بالظبط. الخمسه اللي في الملعب، اي خمسه في الملعب يقدروا يشيلوا الدرجة أولى. دي حاجة تسعدك كنجمة في الفريق؟ طبعا دي حاجة تسعدني. احنا حتى يعني المنتاليتي اللي كابتن طارق عايزنا نبقى فيها، ان لسه حتى كان في اخر تمرين بيقول لنا انتوا كنا طالعين انا وميرال وسلعاوي مع بعض، بيقول لنا الفاضية فيكوا تاخدوا الكورة، يعني انت يعني الفاضية فيكوا واللي ضامن اللي جنبها هتجيب تديها لها تسيب لها الكورة ايا كان مين اللي موجود في الملعب. فكل ده طبعا حاجة بتحسسنا ان الكوتش واثق فينا كلنا، مش واثق في حد واحد بس، ومقدر ان احنا نعمل اسيست. يعني خلي بالك المدربين معلش، ومش طارق خيري بعد اذنك يعني يا كابتن، يعني هو بيبص اللي عنده، يعني هو كان لعيب بوينت جارد وكان الاسيست عنده اهم من الباسكت طبعا، فهو هيبقى مقدر ده. صح. اللي هتلعب يعني زميلتها في الملعب هيبقى مقدره بشكل كبير، وممكن تبقى هي النجمه الاولى بالظبط. وخصوصا لو لعيبه كتير بتحب السكور، فلما تدور على الاسيست ده نجاح كبير لاي فرقه. طب انت يعني جعانه بطولات قوي بصراحه؟ يعني نفسي كمان، خصوصا الموسم ده اني راجعه بعد اصابه، وان الفرقه بقت جبنا صفقتين كويسين جدا زي كانت ميرال او هاله، والناس اللي جددت فرقه متكامله. فبصراحه نفسي ان احنا نرجع ناخد المحترفه. شفتيها؟ شفت هايلايتس ليها، فبصراحه شايفاها مفيده جدا يعني. جدا يعني تلعب بره ماشي، تلعب جوه ماشي، خفيفه تنفع فوق وتحت، ولعبت في دوريات قويه يعني بالزبط. جايه مجربه جاهزه ومتشافه كويس، مش انانيه يعني تقدر انها تساعدنا. وتقدر يعني احنا الحمد لله ما عندناش دروب في مكان، بس هي تتحط في اي مكان هتملاه عادي خالص. بس برافو، انا عاجبني يعني تفكيرك اللي بتفكري بيه والله بجد. يعني خلي بالك النجم جوه وبره الملعب، هو النجم بره جوه. انا غارس فيهم الحاجات دي، انا بحسبهم على الكلام ده، ان انا مش عايز كلهم نجوم، بس انا مش عايز حد يتعامل مع نفسه. يعني مثلا مش الغيره، انا وصرايا في نفس البوزيشن، او انا كاترين لو انا بجيب ممكن انا من جوه اتضايق، انا بكسر دي
ان احنا النادي التيم النهارده اللي ماشي يومه يعني بنقعد نتكلم فيها نظر كتير. وساعات لو حد مش فاضي وجنبه واحد فاضي وخدت راي حتى لو فاضي بنسبه 50% لا ستوب تلومه اوبن بالظبط. فاحنا بنغرزها وهي عمليه عاده يعني. هي الموضوع كله لو اتعودوا على الكلام ده الموضوع نور مع اي فرقه في العالم كده. بس خلي بالك انا اقول لك انا احييك على ده بصراحه لان هو دايما يقول لك الاب ما انت كاب في الفرقه بصرف الناس انت مدير فني. الاب في الفرقه ممكن لو الولاد ما حبوش بعضهم بيبقى الاب له دور هو اللي بيميز حد عن حد فبيبتدي يحصل ايه حساسيات نفسيه. بس انت من اول يوم زرع ده وانت كنت بتحب وانت لعيب ما بتظلمش انت انت طالما هم شايفين انك انت عادل مع كل ممكن المحاسبه الكبير زي الصغير ممكن تيجي على الصغير سنه بحكم ان انت عايزه يبذل اقصى مجهود انما مش في معامله يعني مش في ميستيك. هم لما بيحسوا ده منك خلاص هي تبقى طباع خلاص اتعودوا على الكلام ده. وانا اتربيت كده انا بحب في كل فرقه يبقى التيم يحبوا بعض. انا علاقتي بيهم بره الملعب علاقه العادي بتاعي علاقه بحبهم كلهم انما بيني وبينك الملعب. ربنا بعد عن كل اصابات يعني هي يمكن انا متاكد ان إيه انا عندي ثلاث اصابات اصل إيه بقى عندي كل بقى عندي اربع بوتات مصابين الاربع بوتات. قول لي مين هلا في تقسيمه كده خلع في الصباع اليمين ولا الشمال اليمين مش فاكر الشمال غالبا الشمال الشمال عشان بسال ليه عشان تبقى شتا سمانه طلعت كانت حاله قديمه حاجه قديمه ده انا فاكر ان هي دي حاجه دي حاجه مز... لا شد كله شد مش مزق. طب حلو الحمد لله. طب نادى نافع سمانه برضو حلمت جالها شد قامت شد والله قامت من النوم بكلام النوم كده قامت نوم كلام جالها شد. ما على فكره ما هو ده ممكن يكون برضو يعني الرابعه مين هلا رنيم رنيم ظهرها شادد جامد قوي يعني الظهر قطنيه ظهر من فوق كده قافش جامد جدا. الف سلامه بقى لها اربع خمس ايام و منتظرين بس الحمد لله اصابات في المحدود مش الحمد لله توقيتها انا مش يعني انا بقى دلوقتي وقت الجمانات والنشاط الوديه وخلي بالك انت لسه برضو كده انت مستني المحترفه لما تيجي رول متعذبه بتلعب بتلعب 4 5 ايام دلوقتي لا انا الحمد لله عندي جيده بتلعب 3-4 جيده برضو لعبت منتخبات ناشئين جيده ممتازه فعرفت النهارده عندها برضو شد في السمانه ال 18 سنه عندي كام بنت كويسين. طب بس يا كابتن عايز اسال سؤال ما انت برضو يعني هل قعدت مع الجهاز معاك مع الجهاز الطبي وقعدت حللتوا اسباب الشد هل ما في حاجه نقدر نعملها نقلل احتماليه الشد يعني هل فكرت ازاي تمشي في التراك ده هل محتاجين استرتشات اكتر لا النهارده من امبارح حتى قلنا لازم يبقى في مساج بنجيب حد يعمل مساج وتلج بعد اليوم اللي قبل الاجازه تمام ونشوف بقى الدنيا دي فيه. انا مع الدكتور ياسمين النهارده كنا قاعدين برنامج لكل واحده عشان مع كابتن اكرم السكي اللي هو معيد اعداد البدني نبقى الاحمال مع الناس دي تمشي مش زي مثلا واحد سليم. الله ينور عليك تبقى مدروسه عشان ما نقعدش في الاصابه دي اخر الموسم ربنا لا ان شاء الله خير اكيد 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 الاصابه عدو كل مدرب. طب قولي لي انت شاركت في التقسيمات عادي؟ شاركت خلاص في التقسيم خلاص عادي بتشاركي عادي الحمد لله الحمد لله يحفظك يا رب يحفظك. طب أي يعني كلميني عن اول تمرينه برضو لما نزلت كنت قلقانه لسه شويه ولا خلاص القلق ده راح والرهبه بتاعت عوده الاصابه دي راحت؟ والله هي اول تمرينه بالنسبه لي لوحدي كانت موليه اكتر من اول تمرينه مع الفرقه يعني كنت نازله وخايفه ان انا اعمل فنت كده اروح دي بصراحه دي اكتر حاجه كانت قلقاني بس انا اتعودت خلاص ان هو نسيت بالظبط نسيت يعني خلاص كل الوجع اللي انا كنت فيه ده هيخليني انسى ان انا عايز انزل وارجع احسن من الاول فخاف هيحصل لي حاجه وحشه فقلت خلاص انا لازم اشيل ده من دماغي ولازم ارجع لوحدي كويسه عشان ابقى مع الفرقه واصله معاهم يعني المستوى الفني اللي هم فيه ما بقاش انا بعيد عنهم. طب انت مثلا ناخدها وقت كده انت اتصبتي في بدايه الموسم اللي فات يعني قول في شهر اكتوبر تقريبا ولا اتصبت يوم 12/10 انا فاكر كنت خلصت علاج طبيعي وكنت جاهزه امتى على شهر مثلا مايو خلصت مثلا في 7 شهر ليا يعني انا عملت العمليه يوم 1/11 يعني 11 في مايو مايو نزلت كده لوحدي شوت نزلت بعد كده 1 اون 1 كان بعد رمضان بتهيالي يعني يمكن ناجي بيقول لي بعد رمضان كنت جاهزه فنزلت لوحدي الاول كنت بشوط ناجي بيقول لي كان كل ما يعدي عصاري عليك بتشوطي لوحدك يعني فضحت انت متراقبه انت متراقبه وكمان يعني ميرال صورت لك فيديو وانت نازله الملعب فانت متراقبه بصي انت متراقبه خلي بالك مش عارفه اخبي حاجه متراقبه من كل الناس لا ان شاء الله اكيد السنه تبقى كويسه وبعدين حصل ايه بعد 7 شهور بديت واحده واحده يعني ما كنتش بحتك في الاول يعني كنتش بلعب 1 اون 1 عنيف طبعا بعدين خلصت الشهر السابع ليا لما خلصت
سبع شهور تامن يعني كنت خلاص اللي هو ببتدي بقى انا لوحدي، حتى بلاقي نفسي قادره ان انا اخش وازق في حد، اخش واقع عادي احتكاكات خلاص يعني وانس ان انا خدت الثقه خلاص خلاص يعني خدتها فخلاص. لانك هي دي مشكله الصليبي بالذات، هي ان انت ترجع نفسك تنسى الاصابه بالظبط، ودي محتاجه شغل على فكره ذهني، وكويس انت فاهمه يعني انت شكلك اشتغلتي على نفسك منتال في الموضوع ده. ممكن يكون فعلا ده ساعدني كتير ان انا اللي هو اللي انا ابقى حاطه في دماغي ان انا مش هينفع اركز، ان انا انا خايفه اخش الكوره دي عشان هتصاب. لا لازم خلاص تمسي. لازم بالزبط. تمسي خالص وتلعبي نورمال، لان انت الاصابه كان في كونديشن غريب، زق حد زق وقعتي ورحت وقع يعني ان شاء الله الموضوع ده حادثه خلاص. محمد علي ليه دور في القصه دي بصراحه، وكان بيجي معاها واحد على واحد، وهو اللي بيعمل معاها الكونتاكت يعني هو اللي بيزقها. طيب. تلعب من لا انا عايز اعرف منك كمان حاجه، يعني متابعتك للمصابين وازاي كنت بتتابع ثريا حتى في الاوف سيزون، لان الاوف سيزون كانت هي بتستعد. بس خلينا نعرف اجابتك بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن طارق خيري وثريا محمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في بدايه الموسم بنبقى حريصين ان احنا نجيب لكم كل الفرقه واستعداداتها، بيبقى الجمهور متشوق ان يعرف ايه اللي بيحصل، وان النجوم نفسهم يتكلموا يقولوا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم وايه اللي يعني اللي بيتم جوه النادي الاهلي. ويمكن كنت بتكلم في الفاصل مع كابتن طارق خيري، وعلى فكره كابتن طارق خيري صاحب افريقيا 2016 عمري ما هنساها، لان البطوله دي كانت مولدي انا في الاعلام. 2016 بطوله افريقيا كانت يعني مولد كابتن طارق خيري كراجل مدير فني يعني كبير وعالمي، ومولدي انا في قناه النادي الاهلي. بس انت قلت لي في حاجه حلوه في النادي الاهلي السنه دي، ايه؟ حاجات كتير كباسكت يعني النادي الاهلي فيه حاجات كتير حلوه. الالفه اللي ما بين المدربين بمعنى احنا كتير قوي، انا تمريني قبل كوتش اوجستي او في نفس الوقت او بعده بنخلص على الصاله انا والجهاز بتاعي، او بلاقي ثلاث اربع مدربين من قطاع الناشئين، والعكس صحيح، هو لو تمرينه بدري واحنا شغالين بالليل بيخلص مثلا تمرينه من 2 ل 4 مثلا، بيقعد من 4 لحد 9 في الصاله، ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت. شايف البنات وشايف الولاد، بس لدرجه ان هو ملفت يعني، شاف عندي جايده اول مره اشوفها كانت جايه برده من صليبي، شافها وهم بيشربوا طارق مين دي، شايفها خامه كويسه جديده ما شافهاش السنه اللي فاتت. لا هو متابع كل هو مشارك معاك. وانا اصلا انا بعت لك على المستوى الشخصي انا بعزه وبنتكلم كتير يعني. طب انت لما قلت له تعالى العب معايا كوره قال لك ايه؟ قول قول على الهوا عادي. قلت بس انا جوزتي تعالى انا بلعب، بقول له انت ليك في الكوره يعني في فرقه الشمس اعمارهم مش صغيره مش كبيره مش صغيره تقدر نلعب كده حد ثلاث خميس. فقال لي نو نو في نو ليه بقى؟ انا اتصاب في العضله، انا راجل عندي شغل هنا وبتاع. فاليوم ده كنت رايح العب، انا كنت رايح العب. انت بقى جالك شد؟ نفس اليوم شد في السمانه برضه. قال لك ايه بقى؟ كنت قاعد. لا لا قال لي قلت لك، قال لي ما انا قلت لك ما تلعبش. قال لك فوق ال 40 نو. بص هو يعني الاول اتقالوا ان هو راجل اجريسيف والكلام ده. انا السنه اللي فاتت كنت ماسك الجيش فكسبت سبورتنج في ماتش مهم جدا. هو داخل النادي واحنا قاعدين في السيركل بتاع النادي، فضهري لباب النادي انا مش شايفه. هو مش مجبر، لو هو راجل وحش مش مجبر انه يجي لك، هو اللي يقومك ومبروك بالعربي مبروك من جيم سبورتنج يعني. فدي لفتات من حد كويس. انت بتتكلم على بس انت شايف الروح السنه دي بين الجهاز والاجهزه كله رايح جاي مختلف، وداني طبعا مدير قطاع الناشئين والناشئات يعني موجود في الملعب بشكل مستمر. انت شايف الجو حلو العام؟ حلو، الاجواء جميله بصراحه. ويمكن دي حاجه جميله. وخليني برضو ارجع بقى لثريا لما كانت بتتمرن في الاوف سيزون وانت كمدير فني، يعني انت ما تقعد في انا في الاجازه كانت بتكلمك تعذبني، هي كانت بتقول لك ايه؟ يا محمد علي يا تعالى مرني. هي وصلت لمرحله مع محمد علي ان هي وصل ان بقى في التحام في خلاص نسيت رجليها شويه. طب حلو، فتعالى بقى مرني هي وجايته. بس خلينا نعرف الناس مين محمد علي برضه. الدكتور محمد علي اعداد بدني وتاهيل اصابات ملاعب يعني. عارفه طبعا اللي بيشكر هو جينيوس، انا اخويا انا بحبه على المستوى الشخصي يعني. بس لازم نوجه له الشكر والناس تعرفه. طبعا طبعا هو رجع ثريا وجايده في حاله كويسه يعني الحمد لله رب العالمين. احنا عارفين مين محمد علي بس لازم نعرفه له. اتفضل. فاجي ابص الاقي في ضرب وفي سبنات وفي باك ليب يعني الحمد لله التسانات كويسه، انا شويه اقماع بقى وبتاع شوت الله اكبر الله اكبر يعني راجعين زي الفل بنسب يعني اكنها مش بعيد فنيا. كنت في الصاله لوحدها، ما هي كانت ما فيش نشاط. هم هي وجايده لوحدهم معانا محمد علي. محمد علي دي حقيقه. لا وبعدين ايه نمشي انا رايح انت فين؟
يعني ايه عارف اللي هو تعالى بقى تعالى لا ده عجبني الشغل ده تعالى بقى. والجزء ان النفس بقى اللي هي بتتكلم فيه هي ما تعرفوش الكلام ده. انا مانع اي لعيب في الفرقه يركز معاها في موضوع رجليها، يعني مثلا تعمل بنتريشن ويبقوا قلقانين ان هي داخله ما حدش يبص لها، يعني اتعاملوا معاها ان ما فيش حاجه. الحمد لله هي اتخطت. يعني هي دي مهمه للعيب على فكره. خلي بالك ثريا يعني منتاليتي غير، يعني طبعا كل الاحترام والتقدير، بس على المستوى البيرسونال هي بتفكر فبتقدر تقرا نفسها ومشاكلها وتحلها، يعني من كلامها واضح وحتى من عينيها باين ان انا بفكر وبشتغل على نفسي، فتراي هيساعدك جامد. الحمد لله الواحد انا سعيد بالتجربه بتاعت البنات، سعيد ان انا القدام. يعني اذا كان في ناس كتير قاعده ترفض على فكره، في ناس كتير قعدت معاهم. انا بالعكس انا كنت لا كابتن طارق وكابتن رؤوف عبد القادر هيرد عليه البنات هيقول لك لا انا كنت ماسك الولاد ناجي ازاي. لا لا خالص انا بالعكس انا كنت حاطط مرحله في حياتي ان انا اخوض تجربه السيدات، يعني انا كنت حاطط في نهايه. وكمان خلي بالك انت قلت حاجه، انت قلت انا تحت امر النادي الاهلي، بس ما تستوعبش ان النادي يقول لك انا عايزك في مكان وتقول لا. لا لا ما نقدرش نقول لا اصلا. خلي بالك انت عندك ثلاث نجوم. انا سعيد والله ان انا معاهم، يعني نجوم اديت النادي الاهلي ثلاث نجوم تانيين انت ناسيهم. صح صح مؤمن ومحمد والشبل الصغير. يا رب ربنا يحفظهم جميعا، يحفظ كل اولادنا كلهم يا رب ان شاء الله. ثريا المنتخب، منتخب عندكم ايه الفتره الجايه؟ احنا يمكن السنه دي ما عندناش حاجه، يمكن السنه الجايه عندنا تصفيات افريقيا نطلع منها على بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نكسب التصفيات فنروح لافريقيا وبس. هو ده عندنا بطوله عربيه بس لسه مش عارفين هنروحها ولا لا، بس هي اللي احنا يعني ان احنا رايحين بنروحها على طول دايما هي التصفيات، وان شاء الله بعد كده. بس خلي بالك السنه دي فاضل 3 شهور، احنا في شهر 9 على اول السنه الجايه ان شاء الله يبقى تصفيات افريقيا. تصفيات افريقيا وخلي بالك يعني انت عودتك للمنتخب حتى هتفرق، حتى المنتخب ده بتاع 3 كل المنتخبات تفرق معاها عودتك. فبرضه يعني ايه واحده لوحدك، واحده واحده على نفسك ان شاء الله، تحس ان ايه لانه الموسم انا رايي طويل فعلا. لا وكمان انت لحمتي 3-4 مواسم في بعض. صح. ما كنتش بتريحي. دي حقيقه. من النادي للمنتخب، من النادي للمنتخب، وايه وفول تايم. دي حقيقه. ويمكن نادين برضه، نادين بس بعد ما رجعت من الجامعه. من الجامعه. يعني برضه كانت متحطه تحت نفس الضغط، محتاجه تفصل، محتاجه. دي حقيقه. وخدت بالك انت في الاعتبار ده اكيد يا كابتن؟ طبعا طبعا. انا ريحتها من اسبوعين 3-4 ايام لوحدها. يعني انت استاذ في الموضوع ده حتى على مستوى اللعب كنت تقول لا نادين حاله برضه والله. يعني بقول لك انا محظوظ ان انا معايا نجوم متشكلين ما شاء الله، يعني الديفندر والسكور والنساء، يعني ايه الموضوع بفضل الله كويس. لو ان شاء الله باذن الله ربنا ما بيضيعش مجهود حد يا رب. وانت قلت كلمه حلوه، العدل موجود والتمرين موجود وروح حلوه. ده حقيقه ان شاء الله. دي حقيقه. دي حقيقه. واحده نمره اول حاجه العدل. ما فكرتش في معسكر بره او معسكر في القاهره؟ يعني في 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 يعني مقدمين على حاجه وجاي لنا حاجه بره لسه بناكد عليها، انما لو ما فيش ممكن نطلع اسكندريه نلعب ماتشين هناك نتكلم الأندية، يعني هنعمل محترف خصوصا لما المحترفة تيجي. الموسم بتاعك هتبتدي امتى؟ اتحاد ولا منطقة هتبدأ الشهر الجاي؟ منطقة لا أول ماتشات حتى منطقة 29/9 بداية ماتشات المنطقة. طب حلو جدا. إعداد والمرتبط 18 مرتبط 18 لأن هو يمكن الولاد 8 9 10 8 لأن الولاد هتخرج عشان في بطولة عربية أسبوع أسبوع مش عارف 15 أو 16 إنما أنتوا بالنسبة لكم بديل خلاص خلاص بقى شهر 3 أسابيع إن شاء الله بتبتدوا الماتشات. وحشتك الماتشات الصورية قوي صراحة. إحنا كمان وحشنا نشوفك في الملعب خلي بالك والله بجد، يعني وحشنا نشوفك في الملعب وتحركاتك والثري بوينت بتاعتك، يعني أنت حتى وحشت جمهور النادي الأهلي وحشتينا إن إحنا نشوفك في الملعب، مش بس أنت وحشتك يعني أو أنت عايزة تلعبي، لا ده إحنا كمان عايزين نشوفك تلعبي. والله أنا فعلا الماتشات وحشتني جدا، حتى لما انا كنت بتفرج على الفاينلز السنه اللي فاتت كنت ببقى خلاص ثانيه وهنزل العب معاهم، يعني صحيح. فعلا الماتشات وحشتني، الاجواء، الفرقه، المعسكرات، الحاجات دي كلها، حتى القفش في التمرين، الحاجات دي كل الحاجات وحشتني ان شاء الله ترجع وترجع احسن من الاول. واحنا سعداء بيكي ويمكن الوقت مر سريعا يعني معاكو، اديتونا طاقه ايجابيه كويسه، بشكرك يا ثريا وبقول لك الف مليون الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ميرسي جدا. كابتن طارق اسطوره النادي الاهلي طبعا ونجم النجوم ومدير فني السيدات فريق كره السله طبعا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كابتن هيثم وسعيد سعداء باللقاء الجميل ده لما كانكم بيتكم يا كابتن. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا وبنعرف لكم مجهود المبذول في قطاع كره السله سيدات، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا يوم الاربعاء القادم حلقه مميزه جدا، تابعونا واعرفوا الحلقه هتكون مع مين، بشكركم شكرا جزيلا.